احنا بقى لنا يمكن من يوم ما النجم كريم عبد العزيز خرج واحمد عز نفسنا نشوفكم في عمل مع بعض، ليه الوقت الزمني متاخر قوي كده؟ ما كله بميعاد يعني، بص ربك بيبقى ايه يعني مقسمها وحاطط لك ميعاد. يعني انا واحمد عملنا اعلان وي مع الاستاذ امين الاسكندراني في الاول، قلب الدنيا. هي كانت بدايه ان الناس تشوف الحاجتين مع بعض، كان مع اعلان وي وكذا مره يتحضر مشروع بينا والمنتجين يكلمونا ونحضر ربنا ما فربنا اراد يعني، والحمد لله ان ربنا جمعنا في فيلم بهذا الحجم يعني كان شايلها لنا الحمد لله. اصعب تحدي شايفينه في الفيلم ده هيكون الفيلم كله يعني. عايز اقول لك على حاجه، مش فكره كريم وعز، عز وكريم، الصناع بالكامل. الفيلم ده يعني النجاح والرزق بتاع ربنا سبحانه وتعالى، لكن اللي اقدر اقوله احنا اشتغلنا في الفيلم. الفيلم ده اتعمل بدمنا مش بروحنا، بدمنا. فيلم اتعمل على مدار 3 سنين. يعني انا فاكر ان اول شوت صورناه، اول لقطه بيني وبين الاستاذ احمد نوفمبر 19 كنا في ثالثه اعدادي طبعا، وتخرجنا بقى في اخر الفيلم. النهارده انت بتعرض 2022، فانك تفضل محافظ على مجهودك وتفضل مقسم في نفسك وتفضل ماسك في الشخصيه ما تفلتش منك على مدار 3 سنين، ده الجزء اللي يخصني، شيء صعب جدا. الانتاج، انك تفضل محافظ على الديكورات، محافظ على الملابس، المخازن اللي شالت السفر. الفيلم اتعمل بالدم يعني بصراحه.